من أيام احتفلنا بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واللي أغانيه عايشة معانا لحد دلوقتي وموجودة في وجداننا وذاكرتنا. وأكيد كلنا بنفتكر أغنية قولولو من فيلم شارع الحب، وبنفتكر فيها طفل صغير كان شقي وجميل وبيرقص في الأغنية دي، واللي بعد كده بقى أشهر طفل في تاريخ السينما المصرية، وده لأنه شارك كبار نجوم الزمن الجميل في أعمالهم لدرجة أنه كان بطل لفيلم سر طاقية الإخفاء مع نجم الكوميدي الراحل العظيم عبد المنعم إبراهيم، وكمان كان نجم قدام العالمي عمر الشريف والجميلة هند رستم في إشاعة حب، وكمان كرر التجربة مع حليم في فيلم مع بط الجماهير. خلونا بقى نرحب بالأستاذ أحمد فرحات، أشهر طفل في السينما المصرية. منورنا يا أستاذ. أهلا وسهلا يا أستاذ. إحنا عايزين نحتفي بيك بكليب صغنن كده عن تاريخك الجميل اللي أنا متكلمة عنه، ونرجع لك تاني. إيه العظمة اللي حضرتك كنت مقدمها دي؟ ربنا يخليك يا فندم. حبيبي، أنت تعرف إن أنت كنت فتى أحلامي؟ حاجة جميلة، بس أنا خاف أستاذ عادي يزعل مني ولا حاجة. جميلة مش طبعاً. مش هيزعل أبداً. واحدة حلوة تقولي فتى أحلامك. حياتي وأنا صغيرة كده وكنت بتفرج على الأفلام الجميلة دي. بتقول بيعمل زي ده الحاجات دي. الولد الشقي ده أنا عايزة أبقى هنا، أنا عايزة أبقى في الحتة دي. يعني حضرتك من أحد الأسباب اللي حببتني وأنا طفلة إن أنا عايزة أبقى جوه البرواز ده. جميل طبعا بجد، يعني ما شاء الله حضور حضرتك كان طاغي وعظيم. عايزه اعرف ازاي في الفتره الزمنيه دي وفي السن ده ازاي اختاروك علشان تمثل في السينما؟ هو طبعا الحظ ده معايا ان انا كنت في المسرح المدرسي، وبنقول مدرسه مهمه طبعا، في الكوره في الهوايات وفي اي حاجه، فانا كنت في المسرح ده لان كنت صغنن قوي عشان الغدد والصماء بتاعتي، فكانوا مش عايزين يعملوا اب وام وطفل. جابوا بقى اصغر واحد في المدرسه اللي هو مش اصغر سنا، اصغر شكلا. او الام ماتت وبعدين الاب اتجوز عن عديد الام، انت عارفه المنطقه التعليميه كانت موجوده وادونا الجائزه الاولى. فبصراحه كان مجهود المدرس بتاع المدرسه بتاع الموسيقى، علمني ازاي اقف على المسرح، علمني ازاي اتكلم، ازاي استنى اللي قدامي كيو يعني. فكانوا بيتفرجوا معانا ناس من المنطقه التعليميه، كان في واحد في الحقل السينمائي بيشتغل مساعد مخرج رابع ولا سيناريو بتاع مساعد مخرج صاحب وصيف. فجاء قال لي والدي ده صاحب وصيف بيدور على طفل يعمل دور طفل يتيم. بائس في الشارع في ملجا في كده. فانا بحب التمثيل لان كان عندي اخوات كتير، فكل واحد ياخدني السيما معاه. هيدفع لي في المواصلات وانا في السيما، يعني اخد اسال ليه ارغي له. ايوه. فاتفرجت على افلام كتير وبحب السيما. فكان فيلم اسمه مجرم في اجازه، صلاح ابو سيف مخرج، كريكو المنتج، وكان فريد شوقي وصباح وعماد حمدي وسميح ايوب. كان فيلم قوي قوي حلو قوي. وكنت طفل ملجا وهم عايزين يسرقوا الملجا ده. فضميره صحي فريد شوقي، وعشان كده مجرم في اجازه. ايوه قصه فرنسويه. انا فاكراه الفيلم. ضميره صحي، فالعصابه راحت سرقته وهي ماشيه ضربت طفل بالعربية اللي هو بيحبه مرزوق. صغن مرزوق ده. فخلاه خدني كده وشالني، فخلاه انتقم من العصابة ورجع بقى مجرم في اجازة فعلا. يعني ده أول فيلم كان دراما وموت وبتاع. وجا فيلم بعديه كان مع الأستاذة زبيدة ثروت، كنت طالع محمد العربي من فيوم، باجي هنا عشان اتفرج على الستات الحلوين، فحبتني وعييت فرحت خيم، لقيتني بموت موت، مشيت وقت كعبلت في عيني فدا شمس لا تغيب. ايوه. مين بقى اللي شافني ومتابعني؟ المخرج العظيم عز الدين ذوالفقار. طبعا انا كل ما اشوفك تموت، ايه وتمثل لي دراما وانا اضحك، بس الدراما انت وانا اضحك. تعالى بقى فيلم الاستاذ عبد الحليم حافظ عامله اللي هو شارع الحب، هترقص. قلت له ارقص ايه، انا عايز امثل وبتاع. شوف كلامه هو. قال لي احمد يا حبيبي الرقصه الصغيره دي هتخربش في دماغ الناس 50 سنه، ما انا 61 سنه مخربشه في دماغي. دي حقيقه. دي حقيقه. المخرج العبقري العظيم يعني. وتواليت بقى اللي نفعني ايه يا فندم؟ كل مخرج قعد معايا اداني من معلوماته ومن ثقافته الجميله، حتى الممثلين الكبار زي اسماعيل ياسين، زي عبد الحليم حافظ اللي كان ذكرى من يومين كده تقريبا، زي عبد الحليم حافظ، زي عبد المنعم ابراهيم، كل واحد اداني منه، والطفل الصغير بيقلد، فاصلا يعني بقيت اخد منهم. كان عند حضرتك كام سنه في شارع الحب؟ شارع الحب كان 9.
قتلت 8 تقريبا. كنت واعي يعني، بس شكلك كان اصغر من كده. بس عشان غدد، وما زال انا 20 سنه وشكلي اصغر من كده يعني. ربنا يديك الصحه. كان 9 سنين فده واعي طبعا. انا كان نفسي اشوف عبد الحليم حافظ حبيبي، لانه عبد الحليم حافظ توفى وانا كنت لسه في اولى ابتدائي، داخله ابتدائي لسه مش فاهمه حاجه، بس بيتنا بيتفرج على عبد الحليم حافظ وبيسمع عبد الحليم حافظ، فخلاص بقى جزء من الاسره في اي حاجه بنتفرج عليها. طبعا. وكان سيما، وكان اسره مصريه لازم تروح يوم في الاسبوع سيما وتاخد الاولاد وكده، الافلام جميله طبعا. طبعا عبد الحليم حافظ انسان محترم قوي، ذكي جدا، حبوب جدا، حتى صوته ما تسمعوش يزعق، ضحكته تعرف الضحكات كده المكتومة يعني. دي بس اللهم صل على النبي على ذكائه. وكنت انت عارفه ايامنا في الستينات كان زمن الفن الجميل طبعا، كان داخل قومي القطن والسيما. فكنا بنتقابل في الاستوديو، مش لازم مع بعض في الفيلم، بس بنتقابل عقبال ما يعملوا عدسات وبتاع، اهرب اروح اعرف عبد الحليم حافظ موجود، اروح اقعد معاه في اوضته. وكان بيرحب بيا وبيحبني، كان طفل دمه خفيف وذكي، فكان كل الناس تقابلني الحمد لله تحبني، ده فضل من ربنا طبعا. فياما قعدت اتكلمت معاه ولم اداني من ذكائه حاجات كتير جدا جدا جدا. لو البرنامج واسع اقول لك يعني. قولي. اقول لك يعني، جالي فيلم اسمه ابن كليوباترا، مصري امريكي ايطالي مشترك، استاذ يحيى شاهين وشكري سرحان وحسن يوسف، كان فيلم جميل يعني. فبقول له قابلته كده، فبقول له انا كتبت عقد فيلم ابن كليوباترا. قال لي انا سامع الفيلم ده حلو يا احمد، هتعمل فيه دور ايه؟ قلت له دور صغير قوي، عربي من قريه ابن كليوباترا، فبيجري بالحصان يجيب ابن كليوباترا مصاب ولا بتاع، كلمتين ثلاثه كده. قال لي شوفي يا حبيبي، شوفي ذكائه بقى. هو انا عايزك تأدي الدور ده، بلاش احمد فرحات يعني ايه، بلاش الكلام السرعه والتنطيط والبتاع والكوميديا، وبقيت سعد قلبك بقى. وكنت بقى كان 64، كنت شهرت، كنت عملت طاقه تخفى قبليها سنه 60 بقى، 61 سنه نجم بقى. يعني عايش في قلوب الناس وبقاله 61 سنه. فقال لي عايزك تمثله بهدوء وتفكر في الكلمه وبعينك قبل الحركات اللي بتعملها دي، وعايزه انك انت تبقى قدوه لكل طفل عربي في الوطن العربي. ده استاذ حليم؟ استاذ عبد الحليم، عبد الحليم حافظ. يا حبيبي، رغم انه ما كانش في الفيلم. لا لا لا، بس احنا بنقعد مع بعض كتير. طبعا. كتير حبيبي عبد الحليم، انا فرحان ان كنتوا جبتوني اولا بعد ذكر عبد الحليم، بس معلش ان شاء الله هو معانا على طول. على طول، ده اهرام من الاهرام طبعا، زي ام كلثوم، زي ابو وهاب، زي يعني كل الناس يعني طبعا، اللي ما زال ذكرها عايش. حتى مثلا نجيب ريحاني بقى له حاجه و70 سنه ميت، وازاي ذكره عايش؟ الموهوب الحقيقي لا يموت. بالظبط، الموهبه بالزبط الحقيقيه لا تموت يا استاذ فرحات. صح. اول اجر خدته كام؟ 10 جنيه كان في فيلم. ده كتير قوي. طبعا سيادتك كان 59 ولا 58 طبعا. 10 جنيه ده كان مبلغ خرافي. كان والدي، احنا اسره 7 تنفار، وماما وبابا يعني 9، وكان بياخد 10 جنيه اجر في الشهر. في الشهر. وكان بيخش بطيخه وشمامه يعني، كان دخلنا حلو. ما في الخمسينات الكلام ده، في اواخر الخمسينات. وال10 دي كنت تاخدها تديها لبابا ولا كان بيحوشها لك؟ بابا طبعا. يعني ده اول اجر في شارع الحب، خدت كام؟ شارع الحب الرقصه دي، الله يرحمه حلم رفره، شويه ناشف، خدت 75 قرش شوكولاتايه. لا لا لا، صدقيني اول فيلم 10 جنيه وبعدين. بس ده عبد الحليم حافظ طبعا. انك تقعد مع عبد الحليم حافظ ده حاجه كبيره. وزنات سيدي، في حته صغيره اقولها لسيادتك. استاذ عبد الحليم حافظ داخلين نعمل مكياج، مساعد المكير بيعمل لنا مكياج، وفي شاب كده مكير مش خلينا شايفين ده مين. فبنتكلم انا ومساعد المكير، بيكلمني بيقول لي كان اول لما طلع عبد الحليم حافظ بالشهر كان في مقارنه بينه وبين فريد. ايوه، زي اي حاجه تلاقي طبعا مقارنه لازم. طبعا. فبيقول لي انت بتحبي مين اكتر، استاذ فريد الاطرش ولا عبد الحليم حافظ؟ قلت له لا، الاستاذ فريد الاطرش. ابص الاقي مين ده؟ مين؟ عبد الحليم حافظ. اوه، لقيته عمل لي كده كده كده. لقيت عبد الحليم حافظ، انا حافظه من افلامه. ايوه ايوه، بخش سياما كتير. بشوف 8 سنين طفل في ذكاء. أيوة. في سرعه بديهه. أيوة. طب اعيط ولا اروح ولا اعمل ايه ولا اقول له ايه واقول له ايه؟ طب ولا اسف على ايه؟ بالظبط، ده قلت احساسك. ايوه احساسي. فبيقول لي ليه يا احمد يا حبيبي؟ بتحب الاستاذ، شوفي كلامه. الاستاذ فريد الاطرش اكتر مني.
صعب عليا لما أيوة. عارفين عيال وكده أيوة. قلت له لا شغلت فهمة بقى قلت له لا اصل الاستاذ فريد الاطرش بيغني ولحن لنفسه انت بتغني بس اي حاجه لا ايوه ايوه ايوه, أيوة. افتكر بقى ان ايه ان انا عارف ان هو موجود وقلت كلام ده في وشه فلما جاها كانت 59 لما جاء الستينات وجاء التلفزيون وعمل لقاء في التلفزيون فبيقولوا تملي بتاخد طفلي معاك في الافلام معظم افلامك معاك طفل مين احسن طفل بتحبه؟ قال لهم احمد فرح هات لي صريح والله يا استاذ حليم هو انا عارف انك انت كنت قلتك انت حبيبي وانت حبيبي طبعا فليا معاه حاجات كتير جدا مع استاذ طبعا طبعا كان ذكي كان جوزاء الجوزائيين اذكياء وهادي وابن ناس وذكي في كل الحاجات ما شاء الله دي. كنت بس لما اقعد معاه طبعا طب وزينات صدقي ونابلسي بقى دول يا انا زعلانه انا ما كنتش في الزمن ده الله يخليك يا فندم زينات صدقي عارفه بتمثل بطريقتها الطبيعيه بالفطره فبتقول اللي عايزه تقوله يعني ادوها نص ويقول لها مساعد المخرج بتاع النص يقول لها كانت تقولي كذا 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 تقول له اسكت انت يلا نعمل بروفا لا هي مذاكره هي مذكره صلى على النبي جايبه كلام ما حدش قال لها عليه والمخرج والمنتج وكل الاستاف قاعدين كاتمين ضحكتهم من الكلام بتقوله زي فيلم ابن حميد مثلا بتقول ايه انسان الغاب طويل الناب مهدى وارد من افريقيا مهدى الحديقه طبعا ما حدش هيكتب الكلام ده فهي كانت استاذه جميله بتمثل بطبيعتها ببيئتها انت عارفه ست مهجونه بتراب مصر دي حقيقه جميله مصر انت عارفه مصر دمه خفيف تماما طبعا النابلسي كان برنس بيقولوا بقى طبعا. مش اللي بنشوفه على الشاشه ده وحسب الله وحاجات كده انت عارفه النابلسي كان معاه العالميه بتاعت الازهر خريج ازهر يا فندم مع الإعلامية أزهر ما شاء الله وكان مدرس لغة عربية وبعدين استهوى الفن فساب التدريس طيب هننتقل من شارع الحب فتح. ونروح سيرة إطلاق بالمناسبة ده حماية أنا عايز أقول كده كنت هقولها سارة عبد الحي قديم رحمة الله عليه وناس كتير عملوا الفيلم ده رغم إنه فيلم فانتازيا مش فيلم ده مثلا ما في موعظة ولا في أي حاجة فيلم فانتازيا بيبسط الناس ليه بقى لغايه النهارده 61 سنه عايش؟ لان فيلم حلو واتعمل حلو ورمسيس نجيب المنتج الوطني صرف عليه كويس وقال لنيازي مصطفى المخرج صاحب الخدع الجميله دي قال له اجيب لك اللي انت عايزه قال له لا انا عايز عبد المنعم ابراهيم ومدام بلانتي تفتكر تكنيك الاخفى ده اياميها في الزمن كان بيتعمل ازاي؟ يا فندم افتكر قول لي دلوقتي احنا قاعدين في الكاميرا انا وسيادتك هتقولي هقول لك انا هختفي دلوقتي يا مدام وهلبس الطاقيه. هلبس الطاقيه هو في مونتاج في المونتاج بيخلي الصوره تدل اضاءتها شويه. وبعدين اقوم وامشي واقف ورا الكاميرا. انت فين يا احمد؟ انت رحت فين يا حبيبي؟ الله انت رحت فين؟ اقول لك انا اهو ادي ارفع لي ده ما اعرفش طبعا الخيط الحرير ده اللي انت عارفاه وبعدين استوب اقعد تاني هو بقى الحلو في نياز مصطفى الخدع بتاعته طبعا لما اجي اختفي ولا اجي اظهر بيجيب لي شويه شويه بيحط فيلمين على بعض الديكور مع احمد يعني يخف اضاءه احمد يخف فذلك المختفى طبعا نياز مصطفى لا ده كان بيمثل بالجاكيته الممثل يقول سيب الجاكيته وامشي انت يعني مثلا اشاعه حب عملت مشهد وعلم وبصم جدا احكي لنا عن هند رستم انا بستمتع وانا بتفرج على العمالقه دول واقول يا ريلي كنت عايزه ابقى مع الناس دي كنا بقى على الاستاذه هند رستم وعمر الشريف هند رستم وجمال اولا زمن فني جميل زي ما قلت لسيادتك كان في اخلاص وحب طبعا كلنا بنصطف كده بنحب بعضينا استاذ فطين ابو المخرج بتاع الفيلم اللي كان بيخرج اسماعيل ياسين حاجات كتير فهو من النوع اللي يسيب الممثل مساحه زي مثلا يوسف شاهين لازم تقلده ولازم تبقى في بقك في الكلام يعني لا الافلام الكوميدي لازم الممثل يتساب له مساحه فبيقول لي اطلع يا احمد على المسرح قول سيداتي وانا هنقل الكاميرا على مدام هند رستم كان 64 كنت كبرت قلت له يعني ايه اقول سيداتي انا مش جاي اضواء مدينه قال لي قلت له طب اقول حاجه قال لي هتقول ايه؟ قلت له اقول نكته قال لي سامحها لي عشان رقابيا يعني عشان خام بقى وتكلفه وكده رقابيا يعني فسمعتها له شوفي بقى جمال المدام هند رستم شوفي وعايزه الطفل ده تشهره ازاي؟ قالت له طب يا استاذ فطين
وهي المفروض جايه تقدم النجوم. هي جايه ضيفه شرف اساسا بالفعل. جايه تقدم النجوم في الحفل. مظبوط. قالت بقدمه. قال لها سعودي ايه يعني؟ هقول هقدم لكم نمره انما نمره. الاستاذ الكبير احمد فرحات وكان ليها تيير بجبتين وانا بين الجبتين رايحه طالعه عجيبه كده ومضربه يعني عايزه تلاقي واحد حاجه كبيره وهو حاجه صغيره. ايوه. فشوفي الجمال انها زي عايزه تظهر طفل صغير وتخليه يلمع. طبعا. نيجي بقى الحته بتاع بابا مين يا واد بابا انت حبيبي. ايوه. احنا قاعدين كده كلنا والاستاذ عمر الشريف نازل من اوضته. فشوفي الراجل ده كان ساعتها عالمي 64 كان هو راح 62 العالميه كان ساعتها عالمي فعلا يعني. فداخل فواحد من الستاف بتوع الكهرباء دخل يسلم عليه ازيك يا استاذ عمر كان بيشتغل معايا قبل كده يعني والله العظيم حضنه وطبطب عليه وزيك يا محمد وزي ابنك مصطفى راح المدرسه ولا عارف كل حاجه وعنده سايبنا بقى له سنتين في العالميه. أيوة في اوروبا وامريكا يعني. فانا قلت الراجل ده بقى انا لازم اكله. اقول لك ازاي. فانا اسلم على الناس فانا جريت نطيت شعبطت فيه وحضنته وسطه لان بنحب الناس دي قوي يعني. فبيقول لي على فكره انا متابعك انت جميل حلو. قلت له انا هقول لك حاجه حلوه. قال لي قولي. قلت له انا كنت سنه 62 في المجر بعمل فيلم عربي مصري مشترك مجري من حكومتين يعني سياحه وكده فيلم خفيف كده. قال لي اه وبعدين؟ قلت له صدق انا لما كانوا يسالوني انت مين؟ او منين؟ اقول لهم من مصر يقولوا اه مصر بتاع جمال عبد الناصر عمر الشريف. قال لي والله الكنيسه الشرقيه تعرفي؟ قلت له قمر ايه؟ هو مشهور في امريكا واوروبا. أيوة. لا اوروبا الشرقيه كمان تعرفه. فكان كوكب الارض يعرفه. شوفي تواضعه ان الراجل سلم عليه راح حضنه وبيسه. وبعدين فاطين عبد الوهاب بيقول لي هتقف جنبه يقول لك بابا مين يا واد؟ هتقول بابا انت. قلت له يعني مش بنضحك عليه وبنعرف الصلاه احنا بنضحك عليه؟ قال لي اه. قلت له بقولها له بطريقه ثانيه انط كده عليه واحضنه وابوسه بابا مين يا واد؟ بابا انت حبيبي عشان اعرف الصلاه احنا بنضحك عليه. يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه بجد. انا مخبيه كده حاجه كده ده تكريم لحضرتك بسيط من البرنامج تقبله مننا؟ اقبله بنص يا فندم ده شرف ليا يا فندم يا حبيبي هاخد حاجه زي كده. اتفضل اتفضل. بنرجع تكريمات بقى لو عايز تسمعي. اتفضل. انا الوزير عبد القادر حاتم كرمني في اول التلفزيون انا ومنادو صفاء ابو صوت. وعلق اجرنا من 2 جنيه في الحاله نص ساعه ل 8 جنيه. واو ايه ده؟ بمناسبه التكريمات كمان الرئيس السابق حسني مبارك انا كنت بشتغل في رئاسه الجمهوريه مكتب الرئيس معاه في الاتصالات تامين اتصالات سيادته. كرمني يمكن انا الوحيد في القسم بتاعي من اجهاد من لما لقيت نفسي صغير كده وزمايلي كبار وتخيل دست على نفسي في المهنه وفي العلم وهم ودوني تكميليه دراسات تكميليه هندسيه في امريكا يعني وخدت مخرج تجاره وخدت ما اعرفش ايه كده شويه شهادات هو يحبوا يتعلم. كرمني بقياده الدوله التقديريه اعلى وسام في مصر ما شاء الله. ولما طلعت على المعاش كرموني الكنيسه الكاثوليكيه اللي بتكرم المصريين ايوه كانت كرموني طبعا المركز الكاثوليكي اللهم صل على النبي يعني تكريمات كتير وده فوق دماغي ان شاء حبيبي الله. يعني عايز اقعد معاك كتير قوي. هتسمح لي نقعد قاعده بره التصوير بقى في يوم تاني يا فندم؟ شرفتني وانستني. واحمد فرحات يا جماعه كان فتى احلامي بس للاسف فقرتنا خلصت ونسعيده جدا 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 بوجوده معانا الانسان الجميل العظيم المثقف الدارس الواعي اللي ما استسلمش لفكره انه عنده حاجه في صحته غدد صماء ما بيطولش ما بيعملش عافر وكافح ونجم لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ونجح في مجال عمله كمان بره التمثيل. شكرا جزيلا وحضرتك قدوه لينا ولكل الاجيال. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.